ذلك الرجل الجهني المعروف يأتي إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ويقول له: يا رسول الله، إن لي إبلا وغنما وحشما، أنا ما أتمكن أحضر في كل ليلة في مسجدك، أنا خارج المدينة، فعيل لي ليلة واحدة أحضر فيها مسجدك. النبي صلى الله عليه وآله سارح، يعني همس في أذنه كلمات، ولم يفهم أحد من الحاضرين ماذا قال النبي صلى الله عليه وآله للجهني. الجهني ذهب والناس ينتظرون ما هو العمل الذي يعمله الجهني. في تلك السنة رأوا أن الجهني جاء إلى المدينة ومعه أولاده وعائلته وأطفاله وخدمه وحشمه في ليلة 23، وفي كل سنة كان يأتي إلى المدينة في هذه الليلة. هذه إحدى الروايات التي يرجح بعض العلماء أن تكون ليلة القدر ليلة 23. الإنسان يجب أن يلاحظ في ليلة 23 وصل إلى ذلك المستوى أو لم يصل. الفيض الإلهي، التقدير الإلهي لا يقدر إلا في نفوس قابلة. إذا واحد ما تمكن في هذه الليالي أن يصل إلى مستوى تلقي الفيض الإلهي، الفيض الإلهي لا يعطى لكل شخص، يجب أن يحاول من الآن إلى ليلة 23 أن يصل إلى هذا المستوى، وإلا إذا هذه النفس ما إلها قابلية، هذه النفس ملوثة بالمعاصي والآثام، هذه النفس غير جديرة بتلقي الفيض الإلهي. الإنسان يأتي في ليلة 23 وعينه ملوثة بالنظر إلى الحرام، وأذنه ملوثة بسماع الحرام، لسانه ملوث بالغيبة والتهمة والنميمة، قلبه ملوث بالكبر والحسد والحقد وما أشبه من هذه الصفات السيئة، ملابسه ملابس مشبوهة، البيت الذي يسكنه بيت مشبوه، يتقلب في الحرام. في رواية في موضوع آخر يذكرها صاحب اللمعة في كتاب الحج رحمة الله عليه، يقول: ينظر في حرام، يمشي في حرام، ينام في حرام، يبرك في حرام. هذا الإنسان اللي أحاط به الحرام من كل جانب، هل يؤهل لتلقي الفيض الإلهي في هذه الليلة؟ الملائكة عندما تنزل بالتقديرات في هذه الليلة على إمامنا وولينا وصاحبنا الإمام المنتظر عجل الله تعالى فرجه، بالتقدير هذا الرجل الذي يحيط به الحرام، لاحظ التعبير القرآني: بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته. الخطيئة محيطة به والعياذ بالله من كل جانب. ما هي التقديرات التي تنزل لمثل هذا الشخص؟ لم يبق أمامنا إلا قليل،
لليلة الثالث والعشرين. الإنسان في هذه اللحظة يستمد العون من الله سبحانه وتعالى لكي يطهر نفسه تطهيرا كليا. إذا يتعلق به حق من حقوق الله عليه قضاء صلوات، قضاء صيام، ما أشبه ذلك من هذه الحقوق، الآن يطهر نفسه. وإذا عليه حق من حقوق الناس، الآن يطهر نفسه. حتى الإنسان عندما يدخل هذه الليلة المباركة يدخلها طاهراً مطهراً، ويكون دعاؤه أقرب إلى الإجابة من قبل الله سبحانه وتعالى.